بي جيمنج وفيديو جديد. احنا عيله متكامله جامدين واسطوره. اكتب اي بي جيمنج شوف مين يطلع لك في الصوره. بدانا من الصفر عملنا جيل بعد جيل، جبنا ال 100,000 وعدينا المستحيل. وازيكم يا ابطال؟ عاملين ايه؟ وحشني جدا جدا جدا. قبل نبدا فيديو النهارده ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. وفيديو النهارده يا ابطال، اخيرا يا ابطال يعتبر ده الجزء الثاني من مقطع عملناه من اسبوعين تقريبا. والمقطع ده يا ابطال كان فيه شخص عامل لي بجد بجد ماب سيئه قوي، وعلى ما اعتقد ان احنا دخلنا على الماب دي ولكن لقينا باسورد وكلمه سريه. وعايز اقول لكم يا ابطال ان تقريبا كل الكومنتات حرفيا قالت لي على كلمه السر اللي في الماب، مع ان في ناس قالت يمكن الكود 3 6، وفي ناس قالت 2010، وفي ناس قالت 2000. بص يا ابطال هي حاجات كتير قوي، ولكن احنا النهارده جايين نجربها ومش هننهي الفيديو الا لما ندخل المكان ده. واحد يا ابطال كاتب الكود 2010، جربته وفتح. طيب شكرا يا بطل ابطال، خلونا نجرب احنا كمان. والمفروض دلوقتي يا ابطال الماب قدامي اهي، بس قبل ما ندخل عليها انزلوا حالا يا ابطال حطوا لايك للمقطع ده واشتركوا في القناه عشان قربنا نوصل 250,000 مشترك. تعرفوا يعني ايه يا ابطال 250,000 مشترك؟ معنى كده اللي ده يعني ربع مليون مشترك، يعني خلاص بقى يعني المفروض نوصل نص مليون على طول. والله بجد يا ابطال متحمس للايام الجايه والفيديوهات الاسطوريه اللي جايه. ويلا بينا ندخل حالا على الماب. وزي ما انتم شايفين يا ابطال دخل يا نهار ابيض. ايه اللي انا لابسه ده؟ والله رعب. ايه ده؟ واضح ان في حاجه غريبه في الماب. الماب اتحدثت ولا مش هي دي؟ ولا لا المفروض هي دي. والله خايف. ايه ده؟ او ماي جاد، هي دي فعلا الماب؟ وات؟ ايه اللي هو عامله في بي جيمنج ده؟ ده ايه ده؟ هو حاطط اللوجو بتاعي في ظهري ازاي؟ لا ومين ده طيب؟ لحد دلوقتي انت ماسك بردك وعامل لي فيها هاكر. انا مش خايف على فكره، انا ما بقتش اخاف اصلا، ده انا حصل لي حاجات اسوأ من كده بكتير. ماشي خلاص تمام. خلينا دلوقتي يا ابطال نمشي واحده. انا المفروض ايه ده؟ ايه ده؟ الزر في وشي ده؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. اذكر الله وابطال تحت في الكومنتات عشان انا بخاف الحاجات دي على فكره، والله بخاف. ايه ده؟ ايوه احنا لقينا الموضوع ده. ايوه ده كان صاحب سونسون. ايوه وات 2010 فعلا يا ابطال، هي دي كلمه السر. او ماي جاد، ايوه هي فعلا. ايه ده؟ في حاجه غريبه. ماشي تمام. المفروض يا ابطال احنا وقفنا هنا، وبصراحة يا ابطال المزيكا بتخوف وانا خايف والله العظيم يا ابطال انا خايف. في موسيقى عالية قوي، في حد دخل معايا، في اتنين. طيب تمام، خلينا ابطال كده نكتب 2010. وات؟ ده فتح بجد؟ او نو، لا لهوي والله بيبي جيمنج. لا اقسم بالله لما مصدوم. هو اللي انا شايفه ده؟ انا خايف والله يا ابطال، انا خايف. او ماي جاد، ثانيه يا ابطال بص حد هنا وحش، وهنا وحش، وفي كل حته وحش. وبلال يا نهار ابيض، ما ينفعش المسه خالص. طب ثانيه انا عايز اشوف ايه ده. هو ليه مبعد راسي يا ابطال؟ برضه مبعد راسي عن جسمي يا جدعان. انا خايف. بصوا كاتب 2 بلال. ثانيه يعني المفروض اللي بره ده كان 3 صح، واللي جوه ده 2 اللي هو انا. امال مين رقم 1؟ بصراحة يا ابطال مش عارف، يمكن مثلا يكون يوتيوبر تاني، يمكن في حاجة تانية ممكن تحصل بعد كده. والله يا ابطال انا مش عارف. ادي يا ابطال بطل من الابطال دخل وبيقول لي بلال ايه الرعب ده؟ الصوت مرعب اقسم بالله. هخليني يا ابطال اقول له بصراحة ايوه والله بجد يا ابطال الصوت مرعب بطريقة غريبة قوي، وانا مش عارف يا ابطال بصراحة الماب دي اخرتها ايه، ولا الشخص ده عايز مني ايه. بصراحة يا ابطال انتوا كلكم طلبتوا مني في الكومنتات وفي يعني بصوا وعلى الانستجرام وفي كل حتة، يا بلال انت لازم تعمل جزء تاني عن الماب دي. وانا بصراحة قلت لازم يعني، اي نعم عدى اسبوعين ولكن الحمد لله يا ابطال احنا دخلنا المكان ده. وانا عارف يا ابطال ان الشخص ده الهاكر هيشوف الفيديو، لان هو يا ابطال شاف الفيديو اللي فات، والمفروض اللي هو واضح اللي هو لبسني وعارف يعني ان انا داخل على الماب وهعمل مقطع تاني، لان جه عليه طلبات كتير قوي وناس كتير قوي من الابطال قالت لي لازم تعمل فيديو يعني على الماب دي. وايه ده؟ دانس اون ايبي جيمنج. يعني ايه يعني؟ يعني ايه دانس اون ايبي جيمنج؟ ايه ده؟ 15 روبوكس؟ انا مش هديك روبوكس ولا هكسبك اي حاجه. ايه ده؟ هو اتقفل؟ استنى خلينا نكتب بردك 2010. ايوه بس يا نهار ابيض، انا مش مصدق بجد اللي انا شفته. انا عايز اواجه الابطال. ثانيه تعالى يا محمد، تعالى يا محمد، تعالى ما تخافش.
يا نهار ابيض، ده اي حد بيدخل مبي يلبسه تيشيرت مرعب. لا وي ده بجد. اه والله اعوذ بالله، المكان ده وحش قوي اقسم بالله. مش يا لهوي، عايزها لكل ابطال صوره وحشه. اه برضك، اول ما اي حد ابطال بيعدي الحته دي بيظهر صوره وحشه اقسم بالله. تعالوا تعالوا ما تخافوش. معلش يا ابطال، انا اسف والله ابطال، ولكن انا كنت عايزكم معايا. انا اسف. تعالوا دلوقتي، تعالوا يلا بسرعه، اتسحبوا واحده 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 واحده. كلكم تقريبا معاكم كشافات، تعالوا عايزكم تدخلوا معايا. 2010 يلا يا ابطال، يلا. ازاي 2010؟ اكتبوا 2010 جماعة، ممنوع دخول بصراحة. اه يا ابطال، بصراحة الموضوع مخيف قوي، انا ما كنتش ابطال عارف بجد ان الموضوع هيوصل لدرجة كده. يعني هو للدرجة بجد؟ يعني الشخص اللي عامل مام يا عم، ايه ده؟ ايه اللي انت عامله ده بجد يا ابطال؟ ايه ده؟ الابطال دخلت معايا. تعالوا شوفوني، تعالوا شوفوا بصوا بيه اقسم بالله بيعمل فيه ايه، عشان تكونوا بس ابطال شاهدين لو في اي حاجة حصلت بعد كده. او ماي جاد يا ابطال، والله بجد انا خايف، والله بجد يا ابطال الموضوع غريب قوي. مش عارف. واحد بيقول اول ما تشوفوا الهاكر دخل الماب اطلعوا من الماب، لان الهاكر يقدر يوقف جهازك. وات؟ ايه ده؟ بس ثانية يا ابطال، الشخص الهاكر اصلا يا ابطال اللي عامل الماب دي اسمه غريب قوي، اسمه OSE6، اسمه يا ابطال غريب، وده يعتبر اصلا يعني مش حساب. ليه ممنوع يكتب؟ لا انا اقدر اكتب، انا اقدر اكتب عادي. لا انا اقدر اكتب عادي يا ابطال، اقدر اكتب عادي. بس يا ابطال بصراحه الموضوع دلوقتي بقى غريب جدا، وانا بفكر دلوقتي حالا اطلع من الماب. ايه ده؟ هو في حاجه هنا ولا انا يتهيألي؟ حاسس في حاجه هنا المفروض نطلع عليها ولا ايه؟ والله يا ابطال حاجه غريبه قوي. اتمنى يا ابطال بجد ان كل الابطال، بقول لكم انا هطلع واقف الجوين على طول، انا مش عايز يا ابطال اي حد خالص يعني يكون في الماب. بجد الموضوع مخيف قوي يا ابطال، انا لازم اطلع دلوقتي حالا. زي ما شفتوا يا ابطال الماب عامله ازاي، الماب مخيفه جدا، وزي ما انتم شايفين هو ده الشخص يا ابطال اللي عامل الماب. خلينا ندخل على حسابه بالظبط يا ابطال. اسم حسابه غريب قوي، اسمه 5 ايه ده؟ نعم معرفش OSE6 ايه ده، واسمه يانجو بارتي. واضح كده ابطال ان الشخص ده يعني جاي ومستقصدني انا بالذات، انا ما اعرفش انا عملت له ايه اصلا. ولكن المفروض يا ابطال ان فعلا الشخص ده مصاحب هاكرات، ولكن خلونا نشوف يا ابطال مع بعضينا مصاحب دي. واضح ان دي مش روبوت بوبي الاصليه، ولكن واخده كونتنت ديليتد. بس الغريب يا ابطال اللي هي عامله ماب اسمها راجدو الانجاين ويز جينا، وما اعرفش مكتوب جيني اند جي مش عارف ايه ده، والماب جايبه 61000 فيزيت. يعني ازاي طيب؟ انا مش فاهم بصراحه يا ابطال، الموضوع بجد لا يطاق، وانا بدات اخاف قوي من المواضيع دي. ناس كتير قوي ابطال ابتدت تحاول تبقى هاكر وتحاول تتعلم الهاك، وانا بصراحه كل المواضيع دي في الاخر بتيجي عليا. بجد يا ابطال انا مرعوب قوي من اللي جاي، اتمنى يا ابطال تكونوا معايا الفتره اللي جايه، عشان بجد الفتره اللي جايه هتكون مرعبه قوي. ويعتبر بس كده فيديو النهارده خلص، اتمنى يكون عجبكم فيديو النهارده. ما تنسوش تحطوا لايك الفيديو وسبسكرايب للقناه، اهم حاجه تفعلوا زر الجرس عشان ينزلكم كل فيديوهات الجيمنج الجايه الجديده. وبس كده، يبي جيمنج ابطال الجيمنج، وي سلام. الفيديو خلص، حط لايك، اعمل اشتراك. ايوه جدع، الفيديو خلص، حط لايك، اعمل اشتراك. ما تنساش بقى تفعل الجرس بقى وانت ماشي. ايوه بقى، اوه اديله اوه.